أعمال ومستحبات أسحار شهر رمضان. أولا، مستحبات السحر: عدم ترك السحور ولو على شقة تمر أو جرعة من الماء. ففي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار. قراءة سورة القدر. ثانيا، الدعاء: أن يدعو بدعاء البهاء ودعاء أبي حمزة الثمالي ودعاء يا عدتي في كربتي ودعاء يا مفزعي. ثالثا، الصلاة: من المناسب عدم إهمال إقامة صلاة الليل لما لها من الفضل. رابعا، الذكر والتسبيح.